امبارح بدأت قناة السويس في تطبيق الرسوم الإضافية للمرور بها، وكمان تم الإعلان عن عبور 1713 سفينة خلال شهر فبراير في حملات 100 مليون طن تقريبا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. صباح الخير على حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. سيادة الفريق، أرقام سجلتها القناة في خلال الشهر فبراير اللي فات، الأرقام ما شاء الله متميزة جدا بالمقارنة بالعام الماضي، نقدر نقول إن دلالة ده إيه؟ هو الحمد لله احنا يمكن سنة 21 كلها، يعني حتى السنة الميلادية من يناير 21 ل 31 ديسمبر 21، كنا احنا برضه حققنا أرقام كبيرة، ده بيدل على تعافي حركة المال البحري والتجارة البحرية. برضه لو بصينا ليناير 22 ده كنا احنا بنقول برضه ده اكبر شهر مقارنه بشهور يناير في السنين السابقه كلها على ممر على القناه كلها. يعني برضه فبراير الحمد لله نفس الموضوع، يعني انا كده احنا من بدايه 21 لغايه فبراير احنا بنطمن الاستاذ مجيد ان احنا ماشيين برضه طبقا للمعدلات اللي احنا بنقول عليها ان هي كنا متوقعين انها هيبقى في زياده خلال ست شهور الاولين من السنه. يعني نتمنى ان تستمر، طبعا الظروف الحاليه يمكن تغير شويه في الريت، لكن الحمد لله احنا برضه احنا حققنا في فبراير كله 1713 سفينه زي ما حضرتك اوريتي من كده، مقارنه ب 1532 سفينه السنه اللي فاتت بزياده 11.8%، والايرادات 545 مليون دولار مقارنه ب 474 مليون دولار بزياده 15%. الحمد لله احنا ماشيين كويس، نتمنى ان شاء الله ان احنا نستمر بهذه المعدلات خلال بقيه السنه باذن الله. عظيم. طيب سياده الفريق، الناس بتسال احنا ليه فرضنا رسوم اضافيه اليومين اللي فاتوا؟ طيب انا اشكرك على السؤال ده. طبعا احنا بنعمل دايما كل سنه قبل السنه بتبدا من نوفمبر او اكتوبر بنقول ان احنا هنعلن على زيادات او على الرسوم الجديده، سواء كانت بالزياده او بالنقصان او بالثبات. واحنا بقى لنا 7 سنين ما كناش زودنا، جينا في قلنا احنا هنطبق من فبراير زياده 6% دي تبقى نسبه ثانويه ما نغيرهاش غير في اخر السنه. طبقا للموقف سواء تزيد تاني او تفضل ثابته او تقل حسب الموقف. لكن اللي احنا عملناه الجديد ده اسمه منشورات ملاحه، غير زيادات الرسوم اللي هي السنويه. المنشور الملاح ده مشته بيبقى فيه مرونه شويه، انا ممكن اغيره خلال شهر او شهرين او ثلاثه طبقا للموقف، ولما بنعمله طبقا للظروف اللي موجوده دلوقتي. يعني مثلا احنا لما لقينا ان في نوارين الشحن ضعفت في سوق الحاويات مثلا بنسبه 6 اضعاف، لقينا ان اسعار تاجير السفن زاد تخطت ال 20%، في زياده على كل الخدمات المرتبطه بالسوق النقل البحري، في زياده دلوقتي في اسعار النفط تخطت ال 100 دولار. فدي كلها خلت ان احنا نعمل المنشور ده، وبيبقى فيه فلكسبيليتي ان احنا نغيره طبقا للوقت، ملوش دعوه باللي بتاع الحسابات السنويه. يعني احنا كده ما عملناش زيادتين ولا حاجه، وده على فكره المنشور ده هو اللي عملنا بيه برضه التخفيضات الكبيره جدا في ازمه كورونا سنه 20، عملنا تخفيضات من 17% ل 75%، ده كان بمنشور ومستمر على فكره لغايه دلوقتي بغير فيه بمنشور برضه طبقا للموقف. فده حاله السوق، ان احنا طبعا احنا مرتبطين بحركه التجاره الماليه، واحنا جوه التجاره العالميه وجوه النقل البحري، وبالتالي احنا بنمشي بهذه الاليات طبقا للمتغيرات اللي احنا بنمر. عظيم. فدي نسبيه يعني يا فندم، ده اللي فهمناه، وان احنا طبقا لحاله التجاره العالميه سواء بنزود او ممكن كمان نعمل تخفيضات لو كان في ركود. تمام، ده اللي بيحصل فعلا. الأرقام يعني مناسبة جدا سيادة الفريق، نقلات البترول الخام 5% تقريبا، الغاز البترولي المسال 10%، وسواء كانت محملة أو فارغة، نقلات الغاز الطبيعي 7%، نقدر نقول إن كانت ردود الأفعال على رفع الأسعار مقارنة بإن إحنا كمان عندنا توسيع للمجرى الملاحي وعندنا خدمات أخرى كمان بيتم تقديمها. هو الحمد لله يعني اللي كنت ردود الأفعال ان لا يعني مفيش ردود افعال بتناهض هذا اللي احنا عملناه. يعني هم اعلنوا برضو ان احنا قلناه، يعني انا مش شايف ان في هيبقى فيه، لان هي برضه نسب بسيطه. احنا رجع نقول تاني ان هي نسب بسيطه، يعني احنا بنقول 5 ل 10% طبقا لانواع السفن، لكن لما بقول مثلا تقدير السفن زاد 20% والحاويات النوالين الشحن بتاعتها زادت 6 اضعاف، فانا ما بعملش كده، انا ليا حساباتي بعملها وبزود بالنسب اللي تصلح في المرور كويس. اكيد. طيب هل بالنسبه بقى للزيادات السنويه اللي حضرتك قلت عليها اللي هي زيادات الثابته كل سنه، هل ازاي بنحددها على اي اساس؟ وفكره ان انا ازود السنه دي او اقلل او ان انا افضل كمان على نفس التسعير؟ هو انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ شادي ان برضه احنا يعني طول السنه احنا شغالين، عندنا الوحده الاقتصاديه واداره التخطيط
دايما بتتابع كل حالات السوق، بتشوف المراكب، بتشوف الشيب بيلدنج، بتشوف مين بياخد اي من المسارات وليه والكلام ده كله، وعلى اساسه وطبقا للرواج او الهبوط او الركود بنحسب حسبتنا ان احنا السنويه على السفن، بحيث ان هي انا في الاخر اقول ان ده الحد الادنى، ان انا لو زودت اكتر من كده بنسبه معينه ثانيه ممكن السفن دي ما تجيش قناه السويس. مظبوط. فانا بحط النسبه بتاعتي سواء الزياده او النقصان، بعمل حسابي دايما ان انا بديله حافز ان هو ايه الرقم ده ما ياثرش عليه في انه يمر من طريق بديل. هي دي الحسابات بتاعتنا، بحسب الرحله بتاعت طولها قد ايه، هاخد زمن فيها قد ايه، الوقود اللي هستخدمه قد ايه لو مر من عندي او مر من طرق بديله، وبالتالي بحط الحد الادنى للموضوع ده. أكيد سيادة الفريق، إحنا يعني لا العمل لا يتوقف أبدا في قناة السويس سواء تطوير أو توسعة، وصلنا لفين في مشروع تطوير وتوسعة قناة السويس؟ شوف حضرتك إحنا ماشيين كويس جدا طبقا للمخطط اللي إحنا عاملينه، إن إحنا نخلص 24 شهر إن شاء الله في يوليو 2023 السنة الجاية هننهي المشروع. المشروع طبعا مقسم لجزئين، جزء في البحارات المرة الصغرى ده هنفيه الدواج، ده يمكن كمان نخلصه بدري شوية قبل يوليو يعني. ان ماشيين فيه احنا بتقدم اكتر. والجزء الثاني اللي هم 30 كيلو في الجنوب اللي هم من كيلو 132 لكيلو 162 احنا هنخلص ان شاء الله في شهر يوليو. سياده الرئيس بيتابع يمكن مش عارف اقول اكتر من مرتين في الاسبوع الاخبار، وبنبعت تقارير اسبوعيه للرئاسه ان احنا المعدلات اللي احنا عاملينها قد ايه وماشيين طبقا للمخطط ولا لا، وبتراجع في الموضوع دوت. فاحنا الحمد لله اطمنكم ان احنا ماشيين في المشروع كويس، وبنشتغل خلي بالكم ان احنا بنشتغل بكركاتنا احنا بس، ما بنشتغلش حاجه ثانيه. يعني معانا طبعا شركه التحدي اللي هي شركه قناه المواني اللي تتبع قناه السويس، مع التجارات الاماراتيه عاملين شركه اسمها شركه التحدي بنسب 51 و49، فدي برضه شغاله معانا. فاحنا شغالين بحياتنا بس وقدراتنا احنا بس، الحمد لله ان شاء الله هنخلص المشروع في ميعاده. عظيم. اعتقد ده كمان بيعكس حجم الثقه يعني المجتمع الدولي كله لما يشوف في اعمال تطوير وتوسعه بتتم في قناه السويس، ويعني حركه التجاره بتعتمد بشكل اساسي على المرور من قناه السويس، ده بيعكس برضو حجم الثقه من جانب المجتمع الدولي اكتر، لانه في اعمال تطوير بتتم كمان. والله يا فندم عند حضرتك حق، احنا يعني احنا عايزين نقول ان القناه على طول في حاله اذا ما كانش يبقى تطوير يبقى احنا بنحافظ على اللي متطور ده، لان لازم تعمل له مسح برضه الاعماق ولازم نعمل تكريك تاني. لكن احنا يعني شغالين على طول في موضوع التطوير. من عرضنا الخطه الاستراتيجيه على سياده الرئيس 2023 كنا مخططين فيها المشروع ده، بس ما كانش هيبقى في شهر يوليو اللي فات، احنا هيبقى في يناير ده. لكن احنا قدمناه شويه بعد حادثه ايفر جيفن، قلنا يفضل ان احنا نخلص الجزء الجنوبي ده عشان المشاكل اللي فيه يعني، فاحنا قدمناه. لكن احنا على طول في تطوير، وده يخلص برضه هنخش في مشروع تاني، احنا ما بنقفش، لازم ندي احسن خدمه للعملاء، ولازم يشوفوا ان قناه السويس دايما في تطوير ودايما جاهزه لاستقبال جميع انواع السفن واحجامها واطوالها وكل يعني احنا جاهزين دايما للحاجات دي. اكيد سياده الفريق، سوق النقل البحري هل بيشهد مرحله تعافي في هذه الفتره؟ اه طبعا، احنا بنقول من 21 بصراحه يعني، بعد يمكن كان في عمليه اغلاق تام، اكبر عمليه اغلاق في العالم كله كانت سنه 20، ما حصلتش قبل كده خالص يعني. فبالتالي بقى السوق كان يعني متعطش في 21 لان الاجراءات القيود اللي كانت موجوده في 20، وفعلا ده اللي حصل على النقل البحري. النقل البحري على فكره يعني زي الترمتر اصلا بسرعه باي احداث حواليه في الصعود او في النزول يعني الهبوط. وبالتالي هو في 21 لا في تحسن كبير جدا، وما زلنا مستمرين في 22، نتمنى ان احنا نستمر كده ان شاء الله. ان شاء الله. عظيم. يعني في زياده كل سنة، يمكن زي ما حضرتك قلت في البداية ان احنا في شهر فبراير عن مقارنة بفبراير العام الماضي في زيادة، وزي ما قلنا ان في متابعة مستمرة من المجتمع الدولي لما يحدث في قناة السويس، ازاي بنعمل احنا على استغلال هذا الامر في فتح اسواق جديدة في التواصل مع دول ما كانتش بتمر من قناة السويس قبل كده؟ اه طبعا كلام حضرتك مظبوط. احنا اللي احنا بنعمله حقيقة يعني دايما اول حاجة ان احنا بنتواصل معاها، احنا شايفين كل السفن اللي ما بتعديش عندنا فبنتكلم معاهم، انت ليه بتعديش عن فيقول مثلا مسافات اطول استهلك وقود اكتر، فنحسب حسابات، يقول لها هات ورقك وهات حساباتك كلها وتعالى ونقعد معاه ونعمل ايه بقى احنا زي ما حضرتك بتقول كده، نعمل تخفيضات تسمح ان هو يمر عندي في قناه السويس، واللي موافق وكده ماشي، اللي ما وافقش خلاص يعني كده. وهي دي السياسه المرنه بقى. اه دي السياسه المرنه، بجيبه عندي يقول لها تعالى هات حساباتك كلها وانا هعمل لك اللي انت عايزه، واحسب انا حساباتي واقول لا تمام كده، لا ممكن اخفض لك اه كذا، ممكن نعمل كذا، ممكن نزود يعني، بتبقى طبقا للموقف. عظيم. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شكرا جزيلا لحضرتك.